ده بقى ليه تحضير مثلا العلاج قبلها باسبوع. يوقف العلاج ده. هو طبعا الناس دول بيبقى مثلا في منهم ناس اللي احنا بنعمل لهم فولو اب مثلا هول بودي او بين سكان، بيبقى بياخد اصلا الحبوب الالتروكسين تمام. فانا بوقف الالتروكسين قبلها بست اسابيع، حبوب الالتروكسين بتوقف قبلها بست اسابيع. ليه بتوقف قبلها بست اسابيع؟ عشان يبقى في الجسم في ديبريفيشن في الالتروكسين يعني، فالغده النخاميه طلعت الهرمون اللي بينشط الغده الدرقيه بشكل عالي جدا اللي هو تي اس اتش، بيبقى عالي جدا في الجسم. فالغده الدرقيه يعني ايه متحفزه ان هي ايه تصنع التروبسين. فاول ما ادي الايودين تبقى يمتص بشكل تمام بشكل كامل فين؟ في الغده الدرقيه. وبيجي بقى قبلها يعني بيوقف التوكسين ده قبلها مثلا بست اسابيع، يوقف بقى اي اكل فيه يود بقى قبلها مثلا باسبوع او باسبوعين، حاجات بقى البيض والملح والسمك والكلام ده. تمام. يبقى اذا هو البيت سكان فكرته كلها ان هو بيقيس الجلوكوز ميتابوليزم في الخلايا. كل ما كان الميتابوليزم عالي كل ما ده بيقول لنا ان الخلايا دي نشطه بزياده، سواء فيها التهابات او فيها ايه نشاط صلبي. بس طبعا البيت سكان ده بيحتاج الاف تي جي، الماده اللي هي بتتاخد دي فيري شورت هاف لايف يعني ما بتقعدش ساعه ساعتين، فلازم يبقى سايكلوترون في نفس المكان اللي يعني هي دي مشكله الجهاز اساسا، ان انت محتاج سايكلوترون يعني تعمل بيت سكان. ما اعرفش اجيب مثلا من السايكلوترون، هو طبعا ده دلوقتي سايكلوترون في 57 3 مستشفى 57، وفي سايكلوترون في مستشفى المستقبل في اسكندريه، في كذا حته. فانا مثلا في القاهره ما اعرفش ابعت في المنصوره اجيب الماده المشعه من القاهره، يعني عشان اجيب جهاز هنا لازم اجيب سايكلوترون. سايكلوترون لازمته ايه؟ اللي هو بيطلع لي الماده المشعه، اللي هو بيولد الماده المشعه. هو شغاله سبيكت عند العسل كان سبيكت سبيكت سيتي. لا هو في مركز الايمان اللي هو في مستشفى الخيل هو جايب بيت سكان بس لسه ما اشتغلش يعني بقاله كتير مش عارف اشتغل ولا لا. الماده الفايده بتاعته ان هو بيفرق لي الخلايا دي نشطه ولا لا. احنا احيانا بنصور مثلا احنا ادينا مثلا عيان لفوما مثلا ماشي، وكان عنده ورم 5 سم، خد 3 جرعات بقى 2 سم، خد 3 جرعات كمان لسه 2 سم زي ما هو، اديت جرعتين 2 سم زي ما هو. طب انا دلوقتي احيانا يعني بنسبه كبيره ان هو ممكن يكون ال 2 سم اللي باقي ده مش اكتف، يعني ده فايبروزس مثلا او اي حاجه يعني ده يعني خلايا ميته تمام. طب انا اعرف منين يعني ايه البلان؟ هل انا مثلا ابروسيد اقول له لا والله لا، طب انا هدي عليه راديو ثيرابي او هدي فيرذر كيمو ثيرابي تاني او اعمل جراحه او اعمل كذا، ولا اقول له خلاص هنمشي متابعه مش هنعمل اي حاجه؟ اللي يعني لازم ابقى عارف ايه الخلايا دي نشطه ولا مش نشطه. فطبعا الاشعه المقطعيه انت بتصور يقول لك 2 سم، تصور تاني 2 سم، ما انتش عارف بقى 2 سم دول ايه يعني فاهم. فانت لما بتيجي تصوره بيت سكان يقول لك والله لا ده الاس يو في بتاعته مثلا 6 او 7، يبقى لا ال 2 سم دول فيهم اكتف سيلز. يبقى في الحاله دي انا بعامل ان هو عنده ريزيدوال تيومر، بديله علاج اشعاعي، بديله علاج كيماوي، بديله اللاين اللي بعد كده. انما لو قال لي ان هو والله الاس يو في بتاعته 2 اقول له ايه متابعه وكمان 3 شهور نعمل اشعه جديده او كمان 4 شهور بس. هو ده الميزه نفس يعني اهو مبين لي الحاجات اللي هي النقط السوداء دي الحاجات. هو ده يعني سوبر سكان يعني في حاجات كتير تمام. انما نفس فكره السبيكت برضو البيت ما بيطلعليش ديتيلز اناتومي يعني زي الصوره دي. انا شايف هنا مثلا ان في اهو في حفيه اكتيفيتي ده الهارت تمام. فانا شايف ان والله في النقط هنا والنقط هنا والنقط هنا، بس انا مش عارف النقط دي موجوده فين بالظبط. فبعرف في حاجه اسمها البيت سيتي نفس الكلام، هو بيصور البيت بيصور اشعه مقطعيه معاه في نفس الوقت في نفس السيشن على نفس الجهاز، فبيطلع لي صوره البيت سيتي يعني بيطلع لي الاناتومي
وعليه الاماكن اللي واخده الاكتف ماتيريال بالتحديد. تمام. طبعا انا عشان النهارده البرسونال اللي بيتعاملوا مع المواد المشعه لازم يبقى فيه بريكوشنز، يعني بيبقى لابس بقى جلوفز، بيبقى يعني زي ما احنا شايفين هنا دي السرنجه دي بتبقى سرنجه اساسا معموله من الرصاص، يعني عشان ما يحصلش ليكج. يعني انت مثلا هو بيبقى جاي الماده المشعه في كونتينر رصاص عشان ما يطلعش اشعه بره، فانت بتسحب من 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 منه في سرنجه رصاص برضه عشان ايه؟ يعني السرنجه ليها شيلد رصاص، مش هي رصاص، هي ليها شيلد رصاص. تمام؟ عشان وانت بتديله ما بيبقاش فيه اكسبوجر، وطبعا في جاون مثلا او في حاجه معمول من الرصاص برضه عشان ما يبقى اكسبوجر، والعمليه كلها لازم تتعمل بسرعه، يعني ما اقعدش ايه؟ اتدلع، هو انا بسحب ودي بسحب ودي بسحب ودي بقلل التايم، لان مهما كان هيبقى فيه برضه نسبه اكسبوجر. طب انا الاكسبوجر ده يعني حتى لو مينيمم، هل هو مسموح بيه ولا مش مسموح بيه؟ هنا بنقول ان هو في ليميت مسموح بيه لكل انسان ان هو يتعرض ليه في السنه. انا ليا في السنه مثلا ان انا ممكن مسموح بيه اتعرض مثلا لقد كذا. فعشان كده بيبقى كل شخص المفروض ان هو كل شخص شغال مع الحاجات دي ليه جهاز قياس علاج اشعاعي خاص بيه هو، يعني ما مش بي مش مثلا اللي شغال بياخده، لا هو ده بتاع علي وده بتاع سمير وده بتاع محمد وده بتاع كذا. ليه؟ عشان انا يعني مثلا كل ست شهور اخد الجهاز ده بروح اقيس كميه الاشعه اللي اتعرض لها استاذ محمد قد ايه. تمام؟ ما ينفعش ان الجهاز ده مثلا يبقى ما بين اثنين او ما بين ثلاثه فنيين او ما بين اربعه فنيين، لا كل واحد ليه الجهاز بتاعه. يبقى معاه طول ما هو داخل، اول ما يخش الاسم او اول ما يخرج الاسم شيل. يعني في منه بقى صور كتير اللي هو تي ال دي دي علاقه كده بتعلق في الجيب، البادج ده الرينج بادج ده بيبقى حاجه زي الساعه، الكترونيك دوزميتر ده بيبقى جهاز زي كده، احيانا بيبقى فيه الارم لو مثلا عدى حاجه معينه يدي هو الارم او كده. بس الحاجات دي بقى بتتدعت لهيئه الطاقه الذريه، وهيئه الطاقه الذريه بتسجل الداتا دي. ده وده مثال اقول التي ال دي العلاقات. انا مش فاكر بالظبط. يعني هو بس يعني بيبقى ده معنى الطاقه الذريه، يعني هي بتيجي المفروض ان هي كل مثلا تقرير تقول لك هو انت عديت الليمت، انت ما بعتش من فوق كده يعني. هو ده هو كان هو يعني انت يعني لو بس عشان شغل التسجيل شغاله هنا ده الوقت ده من الساعه دي بالعافيه خلاهم طابين عليهم ان شاء الله كده شغاله هنا الوقت الساعه دي بالعافيه يعني ده تكنولوجي قاعد يعني بقى احسن مقطع اللي احنا ما كناش بنلاقي جهاز ده فانا قلت فرصه الساعه دي ما بيتعاملوش مع الجهاز I'm not going to be able to do it.